هي انا انتي كذابه انتي ما حلوه ما نايمه لا 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 والله حلو بحب انتو شاب يكون حلو انا مرحبا كيفكم؟ هلا قبل ما بلش بأي شيء أنا بوعدكم إنه بهاي المقابلة رح تشوفوا أول مرة بحياتكم حدا بيشوف حاله بس ما بيعرف حاله، كيف شلون لا تسألوني حضروا الحلقة. استخدمنا برنامج الفيس أب لنعمل هاي الشغلة، هلا هي على أساس على المشاهير وكذا بس لا هي مو هيك، شوفوا الحلقة. إيه ولا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة لأنه يعني 50% من العالم مشترك بالقناة ليش؟ شو في خير؟ عطنا لايك يا أخي، عطونا لايك يا أخي. يلا اشترك، يلا نشوف الحلقة. هلا في شغلتين أول شيء، أول شيء بين لي ابنه شو اسمه؟ وليام. مرحبا وليا ماشي ثاني شيء زوجها بيحضرنا تمام فاحنا هي المقابله هي ما حتقول لزوجها انه وقفت معنا عشان تطلع هيك دغري هو شو اسمه زوجها هادي مرحبا هادي كيفا هادي تمام هذا اليوتيوبر نحن قلبي له لا اكيد تعرفي هذا على كفالتي من كثر مو لذيذ اكيد تعرفي فنحن قلبي له شكله شوي هلا هي اليوتيوبر أكيد بيسان لا هي يعني ها لها علاقة ببيسان لا لا تقلي مو بيسان والله بيسان لك شو بيسان متشابهين متشابهين قصص حب متشابهين ركزوا منيح وليام خد لك ها شوف مين أنا بياخد الموبايل أدار وشه حتى وليام مو طايق ما جرحتني والله جرحتني والله ما عرفته ركزي بالملامح طيب طب ما في هيك تغششني طيب. شوي طيب. طيب. هذا اللي بيطلع مع بيسان أيوة. ما بعرف اسمه جواني. جواني شلون ما عرفتي؟ طب شلون مشبه بيسان؟ يعني هلا البنت اذا شافتها انا خليك انا ايوه بيسان يعني هيك نفس الزناخه بيطلع ما دخلنا احنا هي صبيه اي حولناها على الفيس اب لشب بدي اياك تعرفي مين هي بس ثانيه لانه مخه سميك مين هذا المطرب؟ نانسي عجو شو عرفتوها دغري شايف؟ هي نانسي عجو شايفين؟ شكلهم شلون بصير هي هي كثير كثير مشهوره جاهزين؟ طيب مين هي المطربة؟ ما عرفتها انت كذابة انت Two hours later حسيت اخي انا هي شلون صبني شلون؟ شو المنظر؟ هلا لا ليكي ليكي انا وعدتك قلت لك تطلعي معنا ما بتحكي حكيت شيء؟ يا ريت حكيت حتى هيك مين هي الفنانة؟ محمد رمضان شلون عرفت انه محمد رمضان من الغمازة؟ بروفايله بروفايله ودقنه هذا دغري قال له دقن الحنك حنك دغري عرف محمد رمضان بتتابعوا شي يوتيوبرز؟ هي صعبة ها جاهزين؟ هذا يوتيوبر ايه هذا ام تحسين اللي بتقول عليه الست ده مين ام تحسين؟ لا مين ام تحسين؟ لا ولا بيعرفها لام تحسين لا مو هو دقي مني حدا بيعرف مين هي؟ اللي بيعرفها له 200 ألف فورا هلا Here comes the money ما انه ما حيعرفوه اكيد 200 ألف فوري هلا اسمها شغلة مجموعة مرتين يعني مي ميتين مي حريري لا مي ميتين هوا هوايين نار نارين كذا يعني هي هيك اسمها بين النار وبين النارين بين النار وبين النارين يا نارين بيوتي اه مريم فارس طلع مني فيها ثانية ها ما كثير بنعرف بها نارين بيوتي ما بعرف ما بتعرفيها ايوه هيك ما عرفتها ايوه نحن عم نعمل لهم مقدمات ونارين بيوتي طلعوا ما بيعرفوها طيب هلا 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 ما بتلاقيها غير شدت المقابلة لفوق ذكرك فيها اخر مقابلة بذكرك مين هي؟ وايلك فوري شو انا مشانك ها قلت له دغري واقف استحي استحي بس كثير مزبطه هي لازم تعرفوها ها اوعى ما تعرفوها هلا في عنا حدا مشهور هون تمام بيغني مين ها هلا هي بنت احنا قلبناها لشاب مشهوره كثير مين هي بس هي مبينه شاب وصايره بنت لا هي بنت هي بنت وصايره شاب تعرفوها كثير منيح اعطيني انا اول حرف والله ما بعرف شلون شو اسمك انت مرام مرام مين عارف لسه بفكر اسمها مرام ايه مريم فارس لا اسمها مرام هي بالصدفة صارت مرام البلوشي ما قلت لكم انا باخر مقابلة بتشد ها شايفة
شوف يا ضيع ها ضيع دي سلام دي سلام شدت ولا ما شدت شدت بتتابع مها هيك اغاني مصريه وكذا اه اي مهرجانات مين هي حمو بيكا شو والله انت قوايا ما كان حدا يعرفهم ما شاء الله وينها دغري منزلين فيس اب مهكر هون طيب نعطيكم واحدة صعبة هلأ شوي تسمعي راب شي ايه بدي ورجيكي هلأ رابر ساعي بس لزبط الصورة هاي بتغني راب كلماتها قوية ومدري شو لا هاي مو راب هاي بتغني راب انا عرفته مين مودي العربي مودي العربي انت منين طاحت لي لك يا جماعه لك يا جماعه يعني مودي العربي اذا برجي الصوره ما حيعرف والله اذا شفت الصوره تعرف انه هذا انت والله بحتاره ما شاء الله عليك خاتمتك خالصه انا انت عبقري انت عبقري انت ما بعرف شو والله مين صوره مين بدي اجيب لها هلا لا تكوني عم تغشي وشوفي لي موبايلي ما غش والله لا 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 انه غشي قام لقيتها ما عم تطلع مخبيه وشها ما شاء الله بلا غشي اخر شيء بتحكي انت اي ماشي لا تنزعي التحدي امبارح قاعدين عم نفكر فيه ونسحب صور وكذا مين هي تبيني يوتيوبر ايه مين هي حلوه لك شو حلوه سمار وقصص وحركات واسنان حلوين حقود حقود ناجحه كثير على اليوتيوب مو هي قدم مساعدات هي كمان ابن سوريا ابن سوريا قال لك بتقدم مساعدات على اليوتيوب يعني سوري ابن سوريا ابن سوريا ما بعرف غير يبش وكذا سعودي مين بعرفه بس ماني متذكره اسمه سعودي سعودي بس شوفوا شوفوا ها شوفوا مين هذا هلا انا بعرفه بس ما بعرف اسمه بيقدم مساعدات واو هي انا قلت لك يا هيك ما لا لا هو اعمال خيريه وهيك اعمال خيريه واو هيك وقت ما خلص طب مين ما بعرف ابو شو يلا ما بتذكر افتكر ولا بفتكر هلا نعطيكم نحن يوتيوبر شاب بيحط حجاب هذه كيف هذه كيف ادم ادم بيحط حجابه هي هي ميزته عمر مسكون عمر مسكون يمكن عمر مسكون دقيقه بس نورجيكم الصوره مين هذا اليوتيوبر يا صدمه كبيره يا والقلب يا كاني جاب حي هذا احلى يوتيوبر انا بتابعه ما حلو ما نايمه موبايلي روي 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 نحن شو عم نعمل؟ عم نطلع العالم ورجينا صور المشاهير ونمرق صورتهم ايه هلا شلون نحن جبنا الصورة؟ شلون طلعنا الصورة؟ خلاص هي واو 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 عنا وانا امتى؟ هلا وانا عم فكر كيف؟ هو صوره مين؟ هو صوره ما ملتهي الزلمة عم يصور يا دوب هو عم يسوي عدسة معناك تخبى منيح ومي حركات جيمس بوند يا زلمة ما كشفونا هذا الرابر السوري مشهور كثير عنده اغاني حلوة مين ها؟ مريو بتشبيك ايه والله بتشجعني في لك مستقبل بالراب ساعدنا شوي وين مثلت طب شو بيغني مثلا راب لك بعرف شو بيغني ما فينا اذا ما كنت رح تعرف هو طويل شوي هيك مو اسماعيل دمر لا ايه ما بعرف ما بعرف غير مودي العربي مودي ليش ما حدا عم يعرفه لمودي حطوا لي اسماعيل بليز طيب بلا اسمايل يلا برجيكم واحد تاني هذا مكرشين عليه نص البنات بسوريا بس قلبين وبنت نحن تيمي حسن تيمي حسن ان شاء الله شو يعني 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 ما بعرف والله لو من عيلته ما بتعرفوا بهي الساعة عجيب بس ما من هيك عرفوا هي يوتيوبر شو اسمه عربية بس مشهورة قلبناها من بنت لشاب بالله لا تحكوا يا حياة الله لا تقتل المتعة يا مسلم مين ها هي انا مزح مزح اللعبة بدي ليه؟ اللي حسني قلبي بالله مين قال لا ليش؟ بتشبع والله بيشبع نفس الأسنان طيب هرجيك الصورة ليك يا برم قطولة برم بق شال منظر بسم الله تمام الله يستر عليك بلا سمايلات بلا سمايلات شباب خلاص يلا مين ها؟ يوتيوبر؟ مين هي؟ مسكون؟ لا عمر مسكون بيحط نظارة؟ لا مو عمر مسكون مين هذا يا زلم؟ ركزوا فيه شوي ما عرفته انا ما عرفته احمد ابو الروم؟ طب غير يوتيوبر غير شو بقدم؟ ما بتعرفوا لأحمد ابو الروم؟ لا زي ما عنده بلا هذا اللي بيعمل مقالب بالكويت هذا هو هذا هو ايه ايش هذا؟ ابو الروم بيعمل مقالب بالكويت ما ادبخ بتجنن برو تمام امورنا تمام؟ طيب مين ها؟
شو اسمه؟ وائل كفوري. ايه ده ايه ده؟ دغري بيعرفوا لوائل كفوري دغري فورا. شلون هيك دغري بتعرفوه؟ حلو خلاص دغري بتعرفوه. طيب هلا بدنا نورجيكم شخصية كتير مشهورة. هو شاب رح نقلبه لبنت. هو مشهور بشكل هذا كتير مشهور بيغني حلو؟ قلبنا لبنت لحنا مين شو؟ هذا أنا إياك تحطها لا أنا الحطها لا 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 مع هدول الفيديوهات القصيرة شلون؟ والله شو والله شفتها من عمي صاروخ والله هي شيء دارب لا أنت قلت خليك أنت هو ليش ما ليش أنا ما هي لا لا والله والله هي والله طلعت جوا طلع بيشبه ماما عن أول شيء هي الصبية منينة ما بتعرفها؟ لا ما بعرف لك بابا فكر شوي مين هاي؟ عندها يعني عندها قناة يوتيوب كتير كبيرة وبتنزل شغلات تريندات عربية مش هالعربية منك عندي تفرج على هاي ايه؟ مشهورة كتير؟ ما بعرفها ماما مثلا نانسي عجرم هيفاء وهبي مشهورة 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 مثل نانسي عجرم والله ويت وات؟ مينا؟ من الأردن لا يعني ما بتعرفوها أبدا؟ لا أبدا؟ أبدا ولا هيك شايفينها؟ طب دقيقة هيك هنا انت مين هون كمان ما عرفته والله ما عرفته لا والله يا احمد مساد بعرفك لا انت شاب ولا انت بنت للاسف مين هاي مين هاي ركزي فيها منيح تشبه مين ما عندي فكره تكون حدا ممثله يعني مثلا مشهوره ما هلا هي هي شاب هي شاب بغني ونحن عاملينه بنت مين هاي شاب بغني وانتم عاملينه بنت كثير بحبوا البنات كثير بحبوا البنات سيف نبيل هيك سيف نبيل لا قربت قربت كان بدي يعملوا غنيه سوا وفقسوا انت بدك تعرف انا طلع 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 فيها طلع فيها لا بس هو مو عربي ركزي بالملامح سوري طب انت سوري ايه سوري سوري كنيته موجوده على الفطور ما ادري ابكي ما ادري اضحك نصيف زيتون ايوه عندي والله حلو بحب انتو شب يكون حلو هي تاخذ شويه وقت معلي عادي ما عندنا شيء يلا ها خذوني معاكم اخوك الصغير ايه رايحين تارجلوا خلاص ماكو متاخرين هلا رح نعطيكم شخصيه تمام انت بتعرفها منيح انت بتعرفيها منيح بدي اياكم تحزروا من هي تمام مين هذا الفنان نكتب شو منيح مطرب سوري بطل سوري لا لا مطرب سوري مطرب سوري مطرب هلا هو بيغني راب يعني اذا راب ما رح اعرفه انا ماني شاطره بالراب ابدا شوف الصدمة مش باني لإلي أمام قلت لك قلت لك مش باني لإلي والله العظيم شوف صغير عرفت ليش أخذنا وقت؟ إيه أخذناها من الكاميرا دغري فورا لعنا مشان هيك أخذت وقت حلو عملها لكم يعني حلو والله ظريفة؟ ظريفة والله عجبتكم؟ ظريفين على عيني شكرا كثير لكم تابعي مهرجانات مصرية بتسمعي لهم شيء؟ لا ما كثير أبدا مو بدي أورجيكم شخص هو شاب قابلينه لبنت نحن كنت تعرفي مين هو؟ مين ها؟ هذا وينك عميد المهرجانات المصرية سيد من نزق أغاني هذا بالعالم ركزوا بالملامح شوي ما بشوف مصري المشكلة بس معروف يعني عطيني أول حرف من اسمه حاء حاء مات شو مين حمات مات هو مات لك لا الله لك لا يعني صحيح هو أغاني مو حلوة بس عايش الزلمة يعني مين معرف عايش لك حمو بيكا انت فاجئتني بالموضوع ده مو معنا في اساسا طيب نعطيك حدا بتعرفي طيب مين هي يمثل سوري البينو سوري البينو بنت دو ما تزوري ما عم بزور بس ركزي ركزي بالملامح اسمه موجود بكتاب الجغرافيا يا محمد بكتاب الجغرافيا والتاريخ ممثل سوري حدا تاني عن جد اخر هذا لازم تعرفوه خالد تاج اكيد لا شو خالد تاج صغير هاي طب ليه كل بنات بتحبه ايه كل بنات بتحبه حسن ليش اكيد مو تايم حسن لا اكيد عم تنزل اوه ماي جاد خلص شو عامل فيه انت مو قلبه انت مغير لك كل الشخصيه تبعه طيب بتتابعينا انت مني كثير بتابعك بتموتني ضحك طيب مين هي برجع بقلكم هي بنت بتخصني احد يحكي عليها سبي البينو بنت كمان هي بنت ولا شو هي شاب البينو بنت سبي البينو بنت بتتابعينا مني يعني انه ايه في حركاتنا لازم يعني انا مش فاهم حاجه انا مش فاهم شكله شيء ما بتشبهك مين لك فادي بدك يعني احزر يعني مستحيل هي ممثله كثير مشهوره تمام كبيره صغيره
مين هي؟ انا سوريا. ايه هي من عشيك ديما اندلفت. ديما اندلفت. ايه مو ايه شو رح اعطيك اول حرف من اسمها. مو ديما حرف اللام. مو ديما. هجيك شغله هجيك شغله. تعال شوف تعال شوف تعال شوف. طيب عاد انا الحين بستأذن. لك توقفي هون. ايه ضروري توقفي هون. طب احسي شو وقفي هون. لك تجربي معي. لك انت وقت انا في واحد سمعني ونادي مشي. لا بس انا بس وقفي هون. لا بدي اخذ الكاميرا. لك انت واقفه على الغلاء. واقفه يعني هلا احنا عم نصور احنا والغلاء. وقفي هون. ليه؟ ايوه 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 انا هون مو بطلع على الكاميرا. هيك تمام. لف لعندها قطع الشارع شغلي اشاره حمراء. يلا ها هيك تمام. مبسوطه هيك منيح بس ما هيك رجعت له. ايوه انا فكرت ما رجعتي. ايش في ذا؟ هي من اشهر الممثلات السوريه تمام كثير قويه وطلعت بضيعه ضايعه تمام. الو مين هي؟ بس انا مو حافظه اسمائهم كلهم. يعني مين هي هيك برايي؟ طلع عليها منيح. بديعه. اي بديعه. راجع نفسك. شو بديعة؟ وين بديعة؟ لو بتصير بالجزء التاسع ما حتصير. مين هي؟ عفاف. عفاف؟ اي عفاف؟ طلعي منيح. سيرين عبد النور. عجز الوصف عن التعبير. لك عمل لك ضيعة لك عمل لك ضيعة ضيعة. اجت زيارة عليك. طلعي منيح. قصي. لا بس هذا باسم يا اخو باسم يا اخو القصي. مين هي؟ ممثلة كتير قوية وكتير بيحبوها عالم وكل البنات صاروا يقصوا نفس قصة شعرها ودقنها. هيا مرعشلي. الله لك وين هيا مرعشلي؟ طيب وضيح وشها كلياتها مو مبينة ابدا. طلعي منيح. ولا ملامح فيه ولا شيء. ها ايه اه طيب حسن عم اقول لك غالبين على الفيس. كيف بدي اعرفه انا اذا عن بنت ولا عن شاب؟ يعني انت عم تعمله بنت عم يفرق كله اكيد معها بملامح نفسها. طيب يا طيب الله غيره. هي بنت وصارت شاب وهي كثير مشهوره عندها افلام ومسلسلات كثير حلوه. اجنبيه؟ ايه اجنبيه. انجلينا جولي. لك ورجيك اياها بس. طيب يلا هي مين هي؟ هي كثير عندها افلام حلوه ومشهوره. لك تاشك. شو؟ مين هي؟ مين هي؟ مين؟ انت اتخضيت. شو؟ في حدا في حدا بيحط على الفيس اب ما بيعرف حاله؟ هيك اخر شيء؟ خلي طفي الكاميرا الله يوفقك. ليه طفي الكاميرا عادي؟ لنروح انت لسه. لك تعي شوي لسه في واحد اخر واحد. ها؟ مين هي؟ بس لو سمحتي ما تحكي عليها ولا كلمه لانه البنت بتخصني. فادي؟ انا قلت فادي. مين فادي هي؟ مين هي؟ مين؟ فادي. فادي عرفتي؟ حالك ما بتعرفي فادي بتعرفي. والله عليكي عرفتي فادي وما عرفتي حالك. بس يعني في حدا بيعرف فادي وما بيعرف حاله؟ لا لا عرفت ملامحي بس ما. يعني صحيح انتم عم تتابعونا كثير بس مو هيك؟ مو تنسوا حالكم مشاننا والله احنا ما بدنا لهالدرجه يعني. اوكي هي هي بنت يوتيوبر. مين هي؟ لا عم تمزح والله. هي ركزي فيها شوي. ها ما بعرف. ركزي مني. راح اعطيكي هيك تلميحه لها علاقه ببرج خليفه. نارين؟ لا نور؟ لا متزوجه. حاله اصاله. فضيحه مو مبينه. هلا انت ركزي على الملامح تلاقيها. طيب ها مين هي؟ ناصي. هي والله طلعتي. لا والله ما طلعت دغري عرفتي من ناصي. طيب ماشي. طب بتتابعينا منيح؟ ايه لكم كثير كل الحلقات. شو اخر حلقه شايفتيها؟ قلت لشو؟ تبع دقي لرفيقتك وخلي حبيبك. طيب مين هي؟ لو سمحتي بس هي البنت يعني حاولي تعرفيها انه بتخصني. عادي هاد شفتني عارف. مين فادي؟ اللي معه بيصور معكم. والله ليك يعني كثير امورها تمام. هلا هي كثير مشهوره يعني لازم وينك تعرفيها. اوكي لا هي لازم تعرفيها. واول حرف من اسمها مثل اول حرف من اسمك هي مشان. مين هي؟ فنانه كثير مشهوره. هي انا. كيف هيك عم لقطت الصوره؟ هاكر هاكر. والله شو عرفك انه هي انت؟ طلع فظيع. والله شو عرفك انه هي انت؟ والله ما قلتي لا؟ بأمانة ليكو في حدا هون في حدا هون قفل عضاضة ما حنطلع حدا هون قفل عضاضة قلتها ولا هي بسنة ما بتعرف؟ لا مبينة من الرموش على فكرة. من الرموش. طيب هيك كانت الحلقة. شفت شو صار يعني العالم ما عاد عرفت حالها وانصدمت لما شافت حالها ومدري شو. هيك نحن عم نستخدم برنامج الفيس اب صح؟ مو تعمليها على رفيقك وتعمليها مدري شو هيك ها؟
يعني صاحب الفيس اب اذا شاف هاي الحلقه ما بعرف شو يصير، يمكن تجي جلطه. المهم حطونا بالكومنتات الحلقه حلوه ولا لا، واشتركوا بالقناه. باي.